عسلامة. عسلامة، مرحبا. عايشك. عسلامة. عسلامة، مرحبا. هدمي رواحكم. نحن أولاد عام أن مع بعضنا محلين. أن كوبل؟ مش أن كوبل، معني أن كوبل معني أصدقاء. أصدقاء بما لا بتقرب لي عالو نكلم نتابع نعم مع قهوة. ليه هيك هيك بدي ولاد عم اصحاب مع بعضهم ويخرجوا يتقابلوا هيك. ننصح الناس يبدا عندهم ولاد عم هيك محليهم يخرجوا مع بعضهم ويصفوا القلوب على بعضهم خاطر الدنيا هذه فيها كان الموت. انا خدمت عمتي، انا ما عندي زام، عندي اختي، هذه اختي وبتعمتي كل شيء، ما نحب بعضنا من صغار. كيف الاخوات؟ كيف الاخوات؟ يعطيك الصح. نعمل قهوه مع بعضنا، نشرب قهوه، نخرجوا، نخرجوا نحضروا كويسه، ونحوسوا ديما فرحانين ديما زي. وزاد في عود خويا. انت عندك خو ولا؟ عندي خو. هو اخوك اخ؟ خويا اخ. انت ما عندكش اخت؟ هي هذه اختي. هو اخويا. العائلات هما اللي قربوكم معناها ولا؟ وحدنا معناها. وحدكم. هو ولد عمك؟ ولد عم. بوك؟ وبوك اصحاب معناها فاهمين؟ لدعم فاهمين يعني. متفاهمين والحمد لله. كي يبداو الكبار متفاهمين ديما الصغار يجيو اصحابو متفاهمين. بالطبيعه كي يبدا العائله متفاهمه ومنسجمه هذاك الشيء نحبه نحن. فما عائلات تلقى مش منسجمه مش منفاهمه مع بعض، تلقى ولد عم ما يكلمش ولد عمه ولا بنت عم. صحيح شفناها في اكبر العائلات. بالطبيعه شفناها هذي. مثلا تعدى بنت عمك ما تكلمكش، حتى ما تستدعكش العرس، عادي جدا. صارت معاكم في العيله؟ صارت معانا. عندك بنت عمك ما استدعتكش؟ ما استدعتنيش العرسة. علاش؟ ما نعرفش، عندهم مشاكل بيني طبعا. واستدعتكم انتوما؟ كيف كيف؟ علاش كون استدعت؟ ما استدعنا حتى، قاعدين على رواحنا. اللي يقربوا لها الأكبر، اللي ما عارفين الأكبر. قالت عندها عمتها الأخرى اللي لابسها، لا ونحن متوسطين. تحبش تجيب بالفاميليا كلمة من الزواول عادي تنجم تتعيط هذيك الأخرى على أساس زعما لبس عليها ونحن زواولة معنا. شنو المشكل؟ هكاك حمها ودمها الدنيا عنصرية مصالح هكاك مصالح هذيك أمورها معنا. فهمت هنا يا أكل حتى لبس عليها بنستدعاها كان جت مرحبا ما جتش في المال. حبت شيء حرة بشخصيتها حرية. نحن ما استدعتنيش ما مشينيش. اني ما يعمل بركتولها؟ اه بركتولها؟ لا انا ريتها مرة اخرى بركتلها وان شاء الله ربي هني. انت يعطيك الصحة رغم انها ما استدعتكش بركتلها يعني. بركتلها وبستها عادي خاطر في الدنيا هذه فيها الموت. هي ما عرفتش معناها فماش في الدنيا هذه موت. كلمتها عادي كأنه ما فما شيء. معناها الحكاية مشيت على روحها. هي شنو هو سر نجاح هكا العلاقة متاع العلاقة العائلية؟ سر العلاقة نجاحها، سر نجاحها، سر نجاحها انها تكون العائلة منسجمة، تحب بعضها مش تكره بعضها، تحقد على بعضها. ان الراء كان في الحقد في الدنيا، الراء الغيرة مرش معناها حاجة. كي نشوفهم عائلة منسجمة، ريت عائلة منسجمة محليهم مع بعضهم، ولد عم الخو يحمل خو، عنا جيرينا هكيكا ما شاء الله عليه عائلة. ما بين ولد عمك الكل شنو اللي يفرق ما بين علاقتك بيهم وعلاقتك بولد عمك اللي بجنبك؟ ولد عمي هذيك خاطر زوالي كيفنا كيفه، خاطر انا منحبش شكون اللي يتكبر، مش باهي التكبر. يبدا انسان يتكبر على انسان الكبير ربي، الكبير ربي عارفين، اما مش باهي التكبر. كون معناه عيش كيما انسان متوسط، مع عيش مع الناس الكل كيف كيف، معناه ما تعيش مع غني مع زوالي كل شيء. كل شيء لازمك تتاقلم مع الوقت، يعني تتاقلم مع هذا وهذا معناها انت زواليه بنت عمك ماهيش زواليه ما تكونوش صحابه؟ ما نكونوش صحاب. كي جيت انت لابس عليك ودامك لابس عليك بحب يمشي معاك ويجي بيت معاك وتخليه ولا لا؟ كيف كيف كيما زويلي كيما لابس عليك كلهم كيف كيف بالنسبه لي. لا يدور معاك ودامك اكيد تحبيه وتحبي اخوك معناها طبيعه. لا هما لحمي ودمي ولاد عمي. ديجا هما يبدو جابدين رواحهم معناها، هما جابدين رواحهم يعني على اساس هما معناها هما يحسوا في رواحهم هما خير حاجه كبيره.
حاجة كبيرة يعني. وأنا ما نحبش العنصرية دي، سما عنصرية دي عندي أنا. الزوي اللي لابس عليه كيف كيف عندي أنا. الناس كله خيين والناس كله يحبوا بعضنا. يسكنوا بحديكم؟ يسكنوا بحدينا وما يجونيش أنا نكلمها، مثلا تعرضني في ثنية. يعني سمعت بعرسها صدفة؟ سمعت بعرسها صدفة. وين يبدأ عنا فرح ولا حاجة، ولا تور خويا ولا ولد تور ولد أختي، نستدعاهم للتور يجي وهما ما يستدعونيش. ما يستدعونيش. وانتو ما تستدعوهم؟ يعطيك الصح. هما يجيوا ويباركوا ويفرحوا، وهما لا ما يوروكش حتى شيء. دي حاسيتها غاضتك على الاخر الحكايه؟ غاضتني على الاخر بتبيع خاطر ما استدعوش امي، من معناها سما مرت خوها هذه بتبيع. نورمالمون يستدعوها خاطر مرت خوهم. نورمال لو كان خوك مات يستدعوا مرت خوكم، تكلموا مرت خوكم علاش هي جابها الواد. هذيك الدنيا عنصريه. وانت شنو رايك في الموضوع؟ ما استدعتكمش؟ ما عادي ما امورك تحب تصدع تحمل ما تصدعاش. اوكي تصدع مرحبا، ما تصدعش بسلامه. ما اللي يكلمني نكلمه واللي ما يكلمنيش. اما انتم اقارب، المشكله ماكمش اصحاب هكا ولا معرفه. عادين عقارب مش اقارب، عقارب هكا عقرب. خاطر مش الاقارب الكل عقارب، مش كل ريت عائلات ما شاء الله، وفما عائلات محليهم على الاخر. خصوصي نحنا عائلتنا ولاد عم مش يبدو مش متفاهمين، فما ولاد عم محليهم ان كوبل مع بعضهم، كل شيء مع بعضهم. نحنا ولاد عم كنا هكايا مع بعضنا، معناه خالي معناه مرت خالي كل مع بعضنا. معناه شكون اقرب لك، الفامي نتاع ابوك ولا الفامي نتاع امك؟ نتاع امي اقرب لي اكثر، معناه كنا منسجمين مع بعضنا. وانتي؟ كل ما من الفاميلي تاع امه معناها خير من الاخرين. فما الاخرين معني يحسوا رواحهم. هو كان يسمعوك يتفرجوا فيك ما يتغشوش؟ ما يتغشوش، علاش يتغشوا؟ انا قلت كلمه الحق معناها انا نتكلمهم، يعرضوني في ثنية. بنت عمي كلمتها سلمت عليها. هي عادي ما تغشش عندها عادي، كنت تسب ولا تجبدها ما تغشش. على خاطر انا ما قلتش فيها العيب معناها. فما ما قلتش حاجة عيب فيها ولا سبيتها، ولا هي حرة في نفسها تحب تكلم مرحبا، ما حبيتش في لمي. أما العنصرية خايبة. ملا هذي استدعتني للتونس، جيت بحذاها أنا، قلت لي ما تمشيش معايا أنا مش مع بعض. خرجنا عملنا قام مع بعض. أنت منين؟ من البرقيب. وأنت؟ من نزل برقيب. أنا جينا مع بعضنا. حكي لكم كلمة الختام. نقولوا بربي كونوا لحمة واحدة، ما تتفرقوش، راه الدنيا فيها موت. راهو ريت العنصرية مش باهية، هذا غني مع غني، هذا فقير مش باهي. كونوا الناس كله خير. شكرا. لا ربي هداه وإن شاء الله ديما فرحانين ونحبوا بعضنا الأقارب. أمين، ميرسي.